تزينت ساعات صباح يوم 24 بالألوان والمعزوفات الموسيقية الرنانة في بيت لحم، وتحضرت ساحة المهد للعيد الكبير، وحافظ الجميع على مكانه كي يشاهد عن قرب دخول الموكب الاحتفالي للبطريرك الذي وصل قرابة الساعة 2:30 ظهرا من القدس إلى بيت لحم. احتشد آلاف المسيحيين من مختلف أنحاء العالم، سواء مسيحيين محليين أو حجاج، في ساحة المهد. جئنا من إنجلترا للاحتفال بالميلاد في فلسطين، ونقدم أحر التهاني لسكان فلسطين ولجميع العالم. ولد في هذا المكان التاريخي المسيح، وعلى كل المسيحيين زيارته مرة واحدة على الأقل في الحياة. نتميز بوجودنا ونطلب السلام من أجل هذه الأرض وأهلها. أنا هنا برفقة مجموعة متطوعين تعتني بالأولاد المشردين، ويعتبر الميلاد هذه السنة خاص جداً كونه يقع في نفس تاريخ الذكرى السنوية الأولى لوفاة ابني الذي مات قتلاً في ميلانو. لذا وجود اليوم يحمل معاني عميقة. أتمنى استعادة الثقة في العالم العربي وأن تسود العدالة في إيطاليا. بيت لحم مدينة ميلاد يسوع، وهي مدينة الوعد بالمجيء الثاني، وفوق كل شيء ميلاد بشرية أفضل وأكثر عدالة، حيث تكون الأرض فردوس يسوع من أجل الأطفال. تقع ليلة الميلاد يوم الجمعة، وبالتالي جاء العديد من المسلمين للصلاة. تعددت الوجوه، إلا أنها شكلت لوحة فسيفساء من الإيمان. تدفقت من الناحية الأخرى في الساحة من الباب المتواضع أي مدخل المهد وفود من دون توقف للصلاة في كنيسة المهد. نأتي من إسبانيا لنحتفل بالميلاد منذ 7 سنوات. قلبي ينبض وينادي للمجيء هنا كمسيحيين، وإنني سعيدة جدا. أريد أن أقدم هدية لله حياتي وفرحي وأسلوب عيشي. نطلب أن يكون الميلاد جيد وأن نعود لبيوتنا أفضل من قبل. غادرنا النمسا بتاريخ 24 من حزيران، مشينا على الأقدام مدة 6 أشهر، وقطعنا 4500 كيلومترا، وعبرنا 10 دول من أجل الوصول إلى هنا. مسار شاق لكننا محظوظين.